اهلا وسهلا بكم بهالصباح هذا، 100 هلا بكم. اي والله بالخير، 100 هلا. تفضل. انا الحاج جاسم محمد مجيد الشكرتي، والدي محمد مجيد الشكرتي من محافظة واسط. احنا بيت الشكرتي معروفين من قبل 57 سنة. والدي كان يشتغل بالحلبات وانا استورثتها عنه، وحاليا اني معملي بمحافظة واسط بسوق الباشا القديم، وعندي معرضي بالهورة مال معجنات، ومعرض ثاني بالزهراء معجنات. والحمد لله والشكر عندي 4 أولاد. ابني محمد مكمل تحليلات، بنتي الكبيرة انجليزي متزوجة، بنتي الثانية معلمة، بنتي الثالثة دكتورة أسنان. والحمد لله والشكر. والدي كان الله يرحمه ويرحم الموتى جميعا، كان الحلويات بيدهم، كان معامل حرفيه، من كانت الشكليته لفوها بيدهم، لف الشكليته بيدهم. الحلقوم هذا معروف، كان يشتغلون زلابية، البقلاوه، البقلاوه معروفه عنده، يعني عندنا هنا القدامى يعرفون. بالنسبه للشغل يشتغل البقلاوه، يقول من سنه لسنه ناكلها من ايد محمد الشكرتي. هسه البقلاوه والزلابية مو نفس ما كانت قبل، صارت هواي والناس ما قامت ذيك الرغبه لها يعني بالسوق. والدي استورثها عن اجداده، يعني حتى عندي بيبيتي الله يرحمها ويرحم موتها جميعا، هي اصلها شكرتيه يعني بيديهم، يعني هو من يقول بيت شكرتي مستورثيها يعني الحلويات من واحد لواحد، مو هيك يعني الشكرتي مال بس هم يعني مكاين حديثه، لا بيديهم هاي كلها مكاين، يعني شلون تقول حرفيه اشتغلوها، اشتغلوا الشغل مالتهم. والحمد لله وشكر احنا وياهم بدينا بذاك العمل، اشتغلنا وياه. توفى والدي الله يرحمه، احنا استورثناها انا واخواني. ابني الحمد لله والشكر يعني وياي بالعمل، وياي بالعمل يعني من هو صغير، وبعده هسه شوف هسه يجي من دوامه يكمل، وشوف اجى يعني هم يعني يعرف يعني هسه اللي يعرف بالحلويات. والحمد لله والشكر هم حبوها واحد وما حدهم، شلون كانه تقول ما ادري يعني معجونه بيهم وياهم بداخلهم المهن هاي. والله صباحا من قعداني الحمد لله نصلي ونبغى نتريق ان شاء الله، وهذا اطلع للحديقه عندي دائما، يعني هاي الحديقه احنا مهتمين بها، هل صغيره الحديقه بس مهتم بها، ازقيها وعندنا بها نبتات يعني عزيزه علينا، عندنا كانت بها النبقه، بعد تعرف النبقه هسه بعد مو وقته قام انشال، بعد انشالت فازقيها ونقعد بها، فطورنا يصير يعني مرات بها يصير بداخلها زين. وهسه تشوفون ان شاء الله من نطلع نشوف اصورها برا. وعندي هم زوجتي ام محمد مهتمه هواي، يعني ازيد مني بالحديقه، اشوف يعني اهتمامها بالحديقه بيديها، يعني عندنا فلاح بس اهتمامنا من نبقى عليه، يعني هاي البرا الحديقه البرا الداخل على دينا، على دينا دائما بها احنا نسويها. عندي هاي الاشجار، هاي وحده اثنين، من بيت من بنات البيت فمزروعه اداري يعني يعلن، بس هذا شو على مود الشمس تطب لي يعني مرات وتطب لي البيت، لازم انا اقلمهن، هاي هم عاليه ذني نقلمهن على طول تقليمي. فانا ازيد الزرع عندي
ناصي ما اخلي يعني عندنا ورود الشغلات كذي ناصيات خالهن ما اخلي شنو هي الحديقه صغيره مو مال تجيب اشجار عاليه مو مال اشجار عاليه هذا الياس قلمه بيدينا يعني على طول فلاح واحنا هم بيدينا نقلمه نسوي على شكل طوبه بني فقعدتنا تصير بيها صباحا يعني الفطور بالليل قعدتنا نصير هم بيها يجونا ضيوف احنا على طول نقعد هنا بيها الحديقه كنا ان شاء الله على الله رايحين للعمل هاي المنطقه مالتنا الشرقيه من نقدم محافظه واسط عندنا موجوده هذا الشارع العام راح نطلع ان شاء الله عليها طلعنا سعنا من البيت ان شاء الله كملنا الحديقه كملنا الفطور وجينا الازدحامات هاي شويه اذتنا بين ما وصلنا اللي جاي نوصل حدود تسعة ونص مرات شويه ازدحامات الشوارع هاي السيارات هواي نطبق نجي المحل هنا يبدي عملنا بالتسعة حدود 12 للوحده هاي صوره والدي مرحوم محمد نجي شكرتي يعني صار يوم حوالي 35 سنه 34 سنه من توفي بس هو كان يعني خلينا نقول هو شلون اسس الحلويات الشكرشي بالكوت حلويات عندنا كان يشتغل حرفيه بالبيت يوم ما شوي شوي تطوره طلع على اجازه معمل طوره هسه حلاوه الشكريه مال المديدين عليها حامض حلو انتاجنا ملبس هذين المسقول هذين كلهم نشتغلهم قبل اصبع العروس يسموه هذا بثمان يعني كان ما يبقى ماكو هسه طغى عليه الاجنبي طغى عليه في اليوم هذا هذا عندنا بيت فورج يعني اشتغل هسه بالمحل هناك عندنا بذاك المحل زين هم يشتغلوا هذا البيت فور يعني هذا بيت فور وهذا الكعك بعد هذا الانتاج احنا نشتغله حاليا عندنا السلام عليكم حجي مرحبا زين ابو شلونك حجينا شوكي شو اخبارك عافيتك شوكم زين ان شاء الله الله يحفظك يا عيون رحم الله والديك شوكم زينين شوكم ماكو شو اخباركم شوكم زينين سريع ابو علي رحم الله والديك يا عيوني شكرا كثير سريع رحم الله والديك عيوني يلا هذا البيتي فور عيوني هذا البيتي فور هذا الكيك بانواعه هذا السابليه هذا السابليه هذا الكعك نوعين بي نوع على يعني يردوش سمار وهذا الكعك الثاني هذا البسكت المحشي بعده انواع هذا نوع هذا الكيك القوالب هذا الفرن
الكيك يطلع يعني بس الشواء كمله. هذا القطع راح يطلعين عندك. هذا الكيك ياخذ ناخذ لي غادي نقطع ونزين ويطلع المعرض. عندنا هذا النوع الثاني القوالب، طلع قبل هذا القوالب، هاي القوالب هيك الصب مالته، هاي صغار هذا كبار، نبس ما كان هذا يزين. هاي الزينة حسب اللون مالته شنو يردو، ابيض على كاكاو جو يعني المغطس، يردون بالنوت بالاصابع بالستيركز يخلوا له حسب شنو طلبية الزبون يريد من عنده. هذا هسه الوجه مالته، هذا الوجه مالته الاخيشي حسب هاي الوجه. هذا هسه طلبوا من عندنا هاي هسه طلبيات، هاي الطلبية هسه هذا الابيض نفس ما جاي يشتغل بيه زينة زينة انا حسب الزبون شو يطلب هو متوفر له ان شاء الله هنا نسوي. هسه هاي بالنوت اللي هذا التغطيس يعني من ياكل جاي يكسر بس كاكاو، تحس انه بس كاكاو تكسر كاكاو شلون كانه بسكتاي هاي بيدك جاي تكسرها من يكسرها. هذا الكيك هسه تشويه هنا عندنا بالفرن، يجيبوا الخلطة هناك خبطوها يجهزوها، اريد قطع اريد قوالب نفس ما شاهدت هسه بالفرن، يجينا الفرن يبقى 55 دقيقة 60 دقيقة حوالي يعني هالحوالي هذا حسب الشو مالت الطربي. هسه هذا هنا جهز صورته انت وشفته جاهز، وهنا هسه احنا عندنا طلبية على العيد يعني ماخذين طلبيات هواي على العيد يعني معروفين احنا هذا الفرع عندنا هنا بالزهراء نفس ما بالهورا عندنا هنا بالزهراء هم ماخذين طلبيات من عندهم هواي الناس منتظرين طلبيات مالتهم كل واحد على العيد تعرف فرحة العيد ان شاء الله الأمة محمد. ومعروفين احنا على مستوى هنا بالكوت يعني بيت الشكرتشي وذول احفاد محمد الشكرتشي وزيوني هو استلم شلون يعني من عندنا جده واني وابوه وعمه وهم ان شاء الله زيوني واحمد ونور الدين وابني احمد شفته محمد البيت اللي هسه بالمحل هناك قاعد من فضل الله هم عاشقي عاشق يعني على جدهم شلون احنا من واحد لواحد استورثوها للشغله هاي. هسه بيديهم هاي القوالب البقلاوه هذا الشغل كله هم جاي يشتغلوا بيديهم الحمد لله والشكر. كيف جاهز؟ اي درجه الحراره 180 55 دقيقة هاي بعد دقيقة واحدة جهزت ان شاء الله مو جاهز كملت دقيقة وطلع طلبياتك كلها ان شاء الله مسيطر عليها مسيطر ما عندك يعني شيء فد شيء هذا الحمد لله اشكر كيكك يعني سجلت اللي جت من الصبح اللي جاي تقريبا اشتغلت ما يقارب 65 قالب ولا ما عدا القطع ما عدا الطلبيات القطع مجهز يعني ما عندك شيء كله البقلاوه اذا شغلات كلها جاهز عليها الساعه 8 الصبح بعد 4 مساء بعد اقفل الفرن ها الحمد لله يعني اذا يصير عندك بعد ان شاء الله طلبيه تقدر تشتغل الشيف الثاني بالليل تقدر ما يعني عندك وصلت مره من المرات الموسم 12 عجله بار يعني 12 بار ايش قد هاي مثلا طبعا ايش قد بار في 25 يعني ما يقارب تقريبا ب 300 كيك يعني 200 كيك 300 الحمد لله كان هذا يوم تقدر تفرغ بيه عمول هاي الشغله وعندك اي واهس يعني هو قلت لك يعني من اي زين هسه كمل جهز هاي اخذ هذا جهز راح يطلع القوالب هذا قطع هسه هاي جاهزه يعني قطعه فوق قطعه وسووها هاي الكيكه اخو مو تجي كبرها من فوق هاي قطعه فوق يعني حشوه حسب الحشوات يحشوها وبعدين يزينها نفس هاي يجي خلينا نفس هاي تجي تصير شنو تريد لونها يعني حسب اللون المطلوب عندنا كاكاو يعني يصير نوتيلا بيضه
شنو حسب الزينه الطالب بها من عندنا الزبون يطلبها يسوي لها. هاي جهزت الكيكة. هسه راح يبدي يقطعه للحشوة. هاي العجينه مال تقطيع، تقطيع القطع 500,000 حسب يعني المطلوب عندنا. هو يسوي القطع بيده. جهزها نفس ما جهز هاي الكيكه القالب. هاي راح يجهزها للتقطيع وبعدين يجي يسوي النستله يصبها فوقها. الوان مالتها هم يصب. هسه راح يصبها هنا احمد على حسب الرغبه. اي هو حسب الرغبه مال الزبون شنو يريد منك؟ اي تعدل لون الكاكاو الفانيلا الاوف وايت. هذا بدا ان شاء الله تقطيع الكيك قطع حسب الطلب اللي عندنا. قطعه يعني هسه راح يقطعها الاسطى زيوني جاي يقطع بها. هذا الزايد
هذا غطس مات تقطيع السكين بالمي انه بيصير بها دقيقه نبس ما هنا أنا بس خلي لك هذا بها مريده يصير يمسح هنا تنظف يبدي يقطع بصوره صح هاي غاية المي هنا أنا محطوط مرات يجينا زبائن يعني هذا العصبي يعني مرات هذيك مره مرت بينا شغله هنا ما ماخذ من عندنا كعك اجى هذا الشمر على الميز هذا يا اعطينا مجال هاي سولفول يعني ما موجود ابن اختي موجوده يا شنو قال هذا الكعك يا تعال احنا نضوك هذا الكعك مالتنا شفته بالهوره سوين شتي يمي بذاك المعرض ظل هو يتعذر يا هي مو كل شيء احنا بسرعه هم نقب وياه لازم واحد وياه شوي يصير عندنا الشغلات مره هذه خابرك هاي الكيكه يا الكيكه تعال افتهم من عندي مال من هاي المن الكيكه شوف منو يعني بصيره مو اقول لك احنا الناس معصومين اكو جزء هاليوم يعني لما طلعت الكيكه صوش مو بيناس اكو مرات الطحين هسه هاي اشوف قدامك الكيكه الشاهده اشوف شلون ماي من فضل الله عاليه والطحين اكلها والله يطلع مرات الكيكه اشوفها منتهيه يعني هذا مو صوش باب العمليه بالخلفه تمر عندك اكو مواد اوليه ما تجيك هي يعني مواد اوليه اكسباير مالتها بعيد وهي تلقاها منتهيه بداخل هذا منتهيه هاي يعني اخو مو بطن الداخل مال تعرف شنو بيها تصير عندي ايش اسوي لازم واحد يصير هم وياهم احنا شوي الزبون وياه لا يسأل بس انا خلي هذا القسم من الزينه على متقبله تنشف الناس ترى هذا القالب نوع من النوتيلا يعني مصابيه ومحضريه للزينه فوق هاي الكيكه احنا جهزناها للزينه عندنا شويه بيها بعد ملش في القسم بيها هذا من عند القالب نفس النوتيلا ما يهمنا بس اكو عندنا الوان خاف تخبط وياها من تنشف يلا نقدر نخليها بيها يعني راح تحتاج دقيقتين ان شاء الله راح تكمل الكيكه بس هسه تنشف ما بقى لها شيء اذا تخلينا الكاميرا عليها عين شويه شوف شنو مالت والله اتمنى من الله اولادنا يوصلون لولا ولد اخويا اتمناهم يعني هالمخلفات يم يوصلون ان شاء الله وين واصلين بالدراسه ابني هم يعني واصل بالدراسه واتمنى له ان شاء الله هم يعني يكمل بعد الماجستير والغيره غير يكملون ان شاء الله واتمنى هذا المعمل بعد يصير ان شاء الله معمل غيره انه هذا الفخر الوالدي مو لي هذا من ذاك الزمان اليوم هو خلانا على هذا الشيء الفخر له ونتمنى ان شاء الله معمل احسن من هذا المعمل يصير لنا والدوله تدعمنا ان شاء الله بدعم خلاص ولا احنا ما نقدر نسوي اذا مو الدوله توفر لنا الفرصه بس اكو مش يعني يقولون اكو ان شاء الله للصناعيين يعني القطاع الخاص اكو لهم يعني نقدر نوفر لهم فد امور وان شاء الله بلكي بحال الدوله توفر هذا الشيء